مذكور رئيسي كان تفرض علوية القانون، كل إنسان يتجاوز القانون يوقع معاقبته مهما كان صيفته ومهما كان سيفته ومهما كانت رتبته ومهما كان الوضع الاجتماعي نتاعو. وتفرض العدالة الجهوية، العدالة الاجتماعية، العدالة الصحية، العدالة التربوية، ولا إله إلا محمد رسول الله، وتأميم الثروات التونسية. الإنتاج التونسي يبقى في تونس، يبقى في تونس، وتوقع برمجته على مستوى لجان وطنية تتحكم في الثروات التونسية وتراقب الثروات التونسية واللوبيات الفساد، يوقع حصرها من جميع الاتجاهات.